السلام عليكم الاخوان، نهاركم مبروك اخواتي وجمعه مباركه على جميع المسلمين داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه كبيره خاصه اليوم راه كنتواجد في سوق جمعه العراشه الاخوان تبارك الله بتاريخ الحوت 8/9/2023. اللهم بارك وبارك في الخير. اسمع الاخوان راه غندور واحد الورقه ونشوف الاسماء ديال الحروف، فما كاينش تجميع شويه هنايا غندير معكم هالمجهود نشوف الاسماء ديال الحروف الله يسرهم في 2023 شي ساعه على المسلمين ديال 32 حوليه تبع ديال المسلمين الاخوان الله يسرهم في ديما الجديد ديما شي حاجه زوينه نقيه كنقدروا المتتبع ديالنا الله يسر الامور. قربت لي تبارك الله كما كنت تبارك الله راه غنبقوا تنصربوا على الكويس ديال الباراشوت كما تبارك الله وليسر الامور. وتحياتي لخوتنا وحبابنا اللي كيكتبونا في المقاطع الزويرين، تحياتي لهم خاصه. اي واحد كيعرف بوط عربي الصرف الزويري مرحبا به، واللي بغات يسقي عليه خوان راه نوجهوا له الف الف مرحبا. وسوي لك المشفى ديال الحباب ديال الرجوله الله يسر الامور. انا غندور واحد الدور الاخوان نشوف التمر الله اللهم بارك الله يدير الخير الله يسر امور جميع الناس تبارك الله. ديال الخوت راه جمعوا فيها المتتبع ديال المسجد بوعثمان الله يسر امور الله يدير الخير تبارك الله. طلبوا الله التيسير الاخوان تبارك الله المليح الاخوان والستروس اللي بغى بحال هادشي الاخوان راه مرحبا بالخوت مرحبا بالحباب تبارك الله وديما الجديد وديما الاخوان تبارك الله الله يسر الله يدير الخير. الله يبارك الله يبارك ولا اي واحد اخوت اللي دزنا على الدور انا غايزول في المشترى ونشريو لهم المشترى ندير المليحه الاخوان تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير. هنا المشترى من 32 ل 28 من 1400 درهم حتى 1600 درهم الخوت. تبارك الله السلعه الخوت والمليح المليح نقى نقى لما كان نقى لا الاخوان تبارك الله ديما المليح ديما نقى ديما شي حاجه الخوت برا ديما الاصيليه تبارك الله الله يصلح اخويا امين الله يبارك الله يبارك الله يدير الخير وديما الحوليه داوي داوي على راس الخوت راه شريت المليح شو واحد داز عندي راه نشري معدن المليح ما عاد نقى ما عاد السوبير كاليتي الخوت السلعه اللي تدوي على راس الاخوان تبارك الله لا في حوليه لا في خروف لا في كلشي راكم عارفين خوكم عثمان الاخوان تبارك الله الله يسر الامور الله يدير الخير تبارك الله ربي يخليك الله يحفظك تبارك الله وشي حاجه راه مواصفات الاخوان الله يبارك الله يدير الخير ديما الجديد ديما القديم السلعه مليح الاخوان وديما الله يستر برعوا الناس في المليح في المليح في المليح الاخوان تبارك الله الله يسر الامور الله يسر الله يدير الخير تبارك الله. تحياتي لكم الخوت تحيه خاصه تبارك الله الله يبارك الاخوان واللي بغى بحال هذا الخوت راه مرحبا راه نشاو ليه السوبر ديال المليح الاخوان وحده وحده عجبه وحده الاخوان تبارك الله تبارك الله الله يبارك تبارك الله ودي مصطفى سير الله يعزك كي جا كتشل صاف معد الفن معد الفن والله يبارك الله يسر عمر تبارك الله غنطلبوا الله تيسير الاخوان دابا راه غنشارجيو الاخوان تبارك الله السلعه راه ما كاينش من يعاوننا ونرجعوا للسوق ونشوف لكم الاثمنه تبارك الله من 32 ل 28 من 1400 درهم حتى 1600 درهم الخوت ولكن راه الكاليتي الاخوان ديال الحوليه تبارك الله اللي بغى يكسب بغى يسمن كلشي الاخوان تبارك الله تولعوا ومرحبا بالخوت تبارك الله راه ديما نقى ديما نقى وديما سلعه مليحه وديما ديما نبرعوا الناس الخوت المليح لا في حوليه لا في خروف الاخوان تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير ونطلبوا الله التيسير وديما نقى الخوت تبارك الله الحوليه الخوت راه داوي على راس السي مصطفى ها والله والله ما نعاودوا هضره تبارك الله الجبد كي داير ديال الحوليه توبوا الراس وكل شيء كاين الاخوان تبارك الله المليح الخوت المليح تبارك الله يا ربي يبارك يا ربي يسر الامور تبارك الله ونطلبوا الله التيسير الخوت والخوت غنرجعوا للسوق ما كاينش من يعاوننا الخوت تبارك الله عليكم الاخوان واللي خاص هذا الشيء السلعه يعيط لي بحال هذا الشيء هذه غاديه المولاها ولكن اللي بغى شي حاجه شي 30 ولا شي 40 راه موجودها لي والله يسر الامور تبارك الله وبحال هذا الشيء وصغر من هذا الشيء مرحبا بارك الخوت الله يدير الخير الله يسر الامور بو مصطفى السلام عليكم ديال عام بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك صحيح ما تقرب عندنا شويه مالك تواضع معنا وراه الناس كيدويو معاك ويحبوك شحال من واحد تدير بخير صحيح مزيان الله يحفظك شحال الحوليه مصطفى 25 عطيناك فيهم 4000 الاخوت المشرى راه 25250 درهم الخوت وعطينو 4000 ديال الترباح 200 درهم الاخوان تبارك الله الله يسر الامور السي احمد كي جاك السوق شويه اليوم الله يحفظك الله يعطينا الشتاء شي كرامه ديال الماء صافي مر السوق راه الثمن هو هو وداك الشيء راه زاكي في الحساب ذو ايه والله يدير الشتاء ويدير الخير امين يا ربي الله يسر السي مصطفى الله يجيب السلامه الله يعاونكم ندور الخوت شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن. مبارك الخوت الله يدير الخير الله يسر امور جميع الناس تبارك الله وغنسولوا
الاخ ديالنا على الحوليات الخوت تبارك الله هذو كلهم منكاسر اخوان تبارك الله كلهم دميعات الله يستر تبارك الله. دير اود العم السلام عليكم بعدا صحيح مزيان الله يبارك فيك الله يعزك ما نعاودو هضره تبارك الله كلهم دمعات مقادين تبارك الله الله يبارك تبارك الله تبارك الله كلهم مواصفات الاخوان كلهم كل الاولى كل الاخره كي الثانيه تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير الله ييسر امور جميع الناس تبارك الله كل الاولى كل الاخره. شحال من عوا وحده عندك شحال؟ هادو خمسه ولكن هادي قول لي صغير كره هادي لا هادي صغير كره تبارك الله الدميعات عندي انا شوف تبارك الله ما بغاش ريبي عليها. ايوا شحال الثمن ديال الربعه؟ 38900 درهم الخوت هذه 30000 1500 درهم الخوت هذيك الصغيره الاخوان تبارك الله ولكن كلهم دوزات الكلام الخوت الله يبارك الله يدير الخير الله يسر امور جميع الناس تبارك الله طلبوا الله تيسير الخوت. باغي تبيعهم؟ باغي تبيعهم خلي لي النمره ديالك 06 55 55 12 95 75 75 فيها واتساب فيها كلشي الله يستر لك اللي بغى الربع بعدهم بيعهم لي اللي بغى الصغيرات هي بيعها لي الله يسر امور الله يسر عليك ادريويش الله يجيب تيسير طول عدد الغيوة الاخوان تبارك الله الصغير اللهم يسر امور ودعم السلام عليكم دوكو بخير. شحال الثمن اخويا؟ 37 37 الاخوان 1850 درهم 16 راس الخوت تبارك الله على الشيء اللي دايت الله فيها الاخوان تبارك الله 37800 درهم الاخوان تبارك الله راه عنده الشارع الخوت تبارك الله راه بنادم كي كله وكيدير لي الله تبارك الله 37 الخوت اللي عطينا وقال لي لا الخوت 37 وقال لي لا تبارك الله اللهم بارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الخوت 1850 درهم الاخوان تبارك الله ندور دوره في السوق ونشوفوا الثمن الله يسر رجب السلام اخويا الله يعاونكم بارك الخوص الله يدير خير الله يسر عمر شوفوا الجواج الاخوان عطيتها هي والله يسر عمر شحال برقيت الجواج ديتيها 103 الاخوان هذا المشرى 103 5150 درهم تبارك الله زوين الاخوان تبارك الله اللهم يسر الله يبارك تبارك الله السلعه ما نعاودوا هضره تبارك الله ولفت المليح ولفت لي المليح والله الا ولفت المليح تبارك الله ورا تجي تجي ضروري بنادم راه يجي واو دير بليا دير بليا لا اله الا الله والله الا بليا راح بتغلم لي بليا الله يدير شتو ديال الخير تبارك الله الخوت 103 الثمن المشترى 5150 درهم رقيت الله يسر الله يجيب السلام اخويا الله يجيب التيسير ندور الاخوان شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن اللهم يسر الامور تبارك الله اللهم بارك الخوص الله يدير الخير الله يسر الامور تبارك الله ونطلب الله التيسير ونسولوا على الثمن ودعم السلام عليكم خويا دير بخير صحيح مزيان شحال الثمن اخويا هنا 53 53 الاخوان تبارك الله 2150 درهم 2650 درهم الخوت عفوا 2650 درهم تبارك الله سلعه الخوت راه زوينه هنايا تبارك الله تبارك الله خرفان مقادين تبارك الله ونقيين وتو واحد وغلم واحد الخوت تبارك الله على شي الخوت راه فيه الثمن الاخوان تبارك الله 53 2650 درهم تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير الله يسر امور جميع الناس تبارك الله طلبوا الله التيسير هذه كسيبه ديالك المعلم هاك سيبتك بيع مشاري فيها شحال قلت لي من الثمن ديال البيع بحال هرب عليك السوم ديال السوق قلت لي 54 كيطلب 54 الاخوان تبارك الله 2700 درهم تبارك الله دورش دور الخوت في السوق ونشوفوا الثمن خويا الله يسر الله يجيب السلامه اللهم بارك الخوت الله يدير خير سرقيت السلام عليكم بدي نعس بخير صحيح مزيان هذا بشحال ديتي برقايد هذا 72 3600 درهم بعتيه بعتيه شحال بعتيه لي شحال تما واحد فيه تما جوج الله يسر حتى هو كيشري المليح عزيز عليه المليح تبارك الله تبارك الله خوت راه شحال قلت لي 72 المشرى ياك 72 3600 درهم الخوت المشرى ديالو تبارك الله حاولي راه خوت راه مليح فيه المواصفات كامله قرنو مزوق زين كلشي كامل تبارك الله وراه ديال الخوت هذا راه ديال السرح الاخوان تبارك الله شتي شد السموع بحالك من هنا تمر خوت الترفولات راه مفروقات الاخوان تبارك الله شي حاجه راه اصيله الاخوان تبارك الله اللهم يسر ما عندي ما نسرك برقايد وانت هذا اللي شرب عندك راه معلم سير الله يسر الامور الله يسر الامور تبارك الله طلبوا الله تيسر الخوت وندور دوره في السوق ونشوفوا الثمن اللهم بارك الخوت هذا الاخوان راه عيار الخوت سمين على حساب شي صداقه شي اسبوع الاخوان تبارك الله يا ولد عم بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك اش دير السنوه شحال الثمن ديتي
درهم 80 4000 درهم الاخوان ثمن المشرى الاخوان تبارك الله وعاطينهم 100 درهم ديال الرباع تبارك الله 4000 درهم الاخوان تبارك الله باش عرف اي واحد الخوت باش يدير شي صداقه الاخوان شي حوالي الخوت تبارك الله بحالها الله يبارك الله ييسر امور جميع الناس تبارك الله نطلبوا الله التيسير الاخوان تبارك الله خويا الله ييسر الله يجيب السلامه الله يحفظك اللهم بارك الخوت الله يدير خير شي حاجه الخوت كامل الاخوان تبارك الله بحال هادشي المليح الاخوان تبارك الله وغنسولوا شي هشام شحال دات ثلاثه الاخوان تبارك الله ولكن راه المليح الخوت تبارك الله بو هشام السلام عليكم كيدير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك الحوالي شحال ديتيهم اخويا هشام ما شاريهمش كانوا في الدار ما عطاوكش ولا مليون و50 تبارك الله مليون و50 الاخوان تبارك الله ولكن ها المليح مليح ابو هشام تبارك الله الله يبارك تبارك الله شي حاجه مليحه الاخوان تبارك الله هذا هو بحال اللي بغى يكسبهم مزيان يعني ولا هذا اللي راه عياري اللي عياري هذاك فرطاس مليح تبارك الله الله يبارك الخوص الله يدير خير الله ييسر الامور تبارك الله مليون و50 الخوت اللي عاطينهم ولكن راه المليح الخوص تبارك الله هذا راه في حد تقريبا ما دايرهش تبارك الله والله الا مليح تبارك الله ها استنى الحين تبارك الله الخير الله يبارك الخوص تبارك الله نطلب الله تيسير وندور دور سي هشام الله ييسر الله يرحم والديك تحياتي لك خويا الله يجيب تيسير هو بالدرهم مليون و50 شحال تقول لي مليون و50 شحال تقول لي بالدرهم 7500 10000 17000 ديال الدرهم لا 14000 حيد حيد الله يستر الامور الله يجيب التيسير يلاه يبو هشام الله يعاونك تبارك الله اللهم بارك الخوت راه دازين الحساب 12500 12500 ديال الدرهم الاخوان تبارك الله بهم بثلاثه الاخوان تبارك الله وبو هشام الله يستر المليح راه كاين الله يرحم والديك تحياتي لك خويا الله يجيب التيسير الخوص الله يدير خير الله يسر عمر جميع الناس تبارك الله ونطلبوا الله التيسير وغنسولوا على السلاح الاخوان تبارك الله ودعم السلام عليكم دير بخير صحيحه مزيان الله يبارك فيك شحال الثمن ودعم 54 اللي ثابته الله يرحم الوالدين 54 الخوت اللي ثابته 2700 درهم الاخوان تبارك الله اللهم بارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الاخوان تبارك الله السلعه راه مدوزه الكلام الخوت تبارك الله الله يبارك المرقد ديالها منين اخويا مع دار فقيه بن صالح ها هي كنا اللهم بارك تبارك الله الله يدير خير الله ييسر الامور تبارك الله خوت راه غير مدلل ربعه تفقي بصراحه راه شي حاجه الخوت راه المليحه الاخوان تبارك الله تبارك الله اللهم بارك اللهم صل وسلم وبارك الاخوان زاد ليل ونهار تبارك الله شحال من راس 14 راس الخوت تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير الله ييسر امور جميع الناس تبارك الله السلعه السلعه ديال الفقي بصراحه كدوي على راسها بعدها ها والله الا كدوي على راسها بعدها المعلم تبارك الله شوف الجبد ديال الحولي قداش تبارك الله داوي على راسه ما نعاودو هذا تبارك الله السلعه الخوت راه مليحه الاخوان تبارك الله الله ييسر الامور تبارك الله 54 2700 درهم نطرش دور الخوت في السوق ونشوفو الثمن الله ييسر خويا تبارك الله عليك اللهم يسر خويا الله يجيب التيسير الله اللهم بارك الخوت الله يدير الخير الله ييسر الامور جميع الناس تبارك الله با طريق السلام عليكم كيداير عمس بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك كيداير الامور مزيان وجمعة مباركة عليك وعلينا وعليكم وعلى جميع المسلمين شحال الثمن اخويا؟ 23 شحال من حولية عندك؟ 12 حولية الاخوان 23 1150 درهم 1150 درهم الله ييسر الامور الله يدير الخير تبارك الله طلبوا الله التيسير اخوات روحنا على عسابة وركمنا على الله الاخوان تبارك الله تبارك الله سليع الخوت على اللي بغى يدي يكسب الخوت يسمنها راه سلعة زوينة الخوت تبارك الله اللهم ييسر الله يدير الخير جميع الناس تبارك الله 23150 درهم الاخوان تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير سي طارق الله ييسر خويا الله يجيب السلامه